مساءكم سعيد مشاهدينا، عرض إخباري جديد مباشر من الأولى بالرباط، تتابعونا في أبرز عناوين هذا المساء. أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، درس تناول بالتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة من خلال أربعة محاور. الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين بقطاع غزة، وإشادة من سكان القطاع بالمبادرات الملكية الموصولة الداعمة للقضية الفلسطينية. المركز الثقافي المغربي بيت المغرب بالقدس معلمة تاريخية شاهدة على تواجد المغاربة منذ القدم على أرض فلسطين، موقعه داخل البلدة القديمة يجعله منارة لنشر الثقافة والثورة اللامادية المغربي. اللاعبون الجدد الملتحقون بلائحة المنتخب الوطني يصلون إلى المغرب للدخول في تربصات أسود الأطلس استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام كل من منتخبي أنغولا وموريتانيا. أهلا بكم من جديد. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، ترأس جلالته اليوم بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لهذه السنة. ألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين السيد بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، متناولا بالدرس والتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة. التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله. في مسال الدرس الديني حرص الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي على تقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان لأمير المؤمنين على تفضله بقبول طلبة دار الهدى الإسلامية بالهند التي ينتمي إليها لتكوين في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات كي تستعين بهم دار الهدى مهمتها الدينية التأطيرية. وفي معرض تفصيله لموضوع الدرس الديني أوضح الأستاذ المحاضر أن من رحمة الله بالإنسان أن عرفه بخالقه حتى يعرف الناس من خلقهم ورزقهم وإليه مصيرهم ويعرف مراد خالقهم منهم في الحياة، وأرسل لهم الرسل والأنبياء يدعونهم، وجعل هؤلاء الرسل يستنفرون لهذه الدعوة من يرثونهم فيها من العلماء. ولأن الإنسان حتى بعد إيمانه معرض للفساد وللإفساد، فإن الدعوة لا تتوقف عند الاستجابة الأولى، بل تتعهد الإنسان بعد الاستجابة بالإصلاح. وهذه مهمة الأنبياء في تربيتهم والعلماء الذين يشرحون بعد مقتضيات الإيمان. ولقد كانت نتيجة الدعوة المحمدية بالكمال الأخلاقي النبوي ميلاد نموذج خير من المجتمع، صار مرجعا في الحياة الإنسانية، على أن التحدي الكبير هو الفهم الصحيح لموضوع الدعوة بالنسبة للحياة أو للمجالات التي يغطيها الدين. وبعد أن أسهب في الحديث عن مختلف مراحل الدعوة، خلص الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي إلى بيان حتمية التعاون بين أهل الأديان كلها من أجل إقناع العالم غير المتدين بالخير الذي في الالتزام بالدين لحفظ القيم الإنسانية المشتركة بدل التنافس والاستقطاب من جهة بعض الأديان على حساب البعض الآخر. والسلام على المقام العالي بالله والختم من أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بحق بهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله قبره وحياته العظيم سبحانه وسلام على رسوله الحمد لله رب العالمين. وفي ختام الدرس الديني تقدم للسلام على أمير المؤمنين الشيخ مصطفى سونتا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الكوت ديفوار وخليفة الطريقة التجانية بالكوت ديفوار.
كما تقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس كبير باحثين أول وعضو بهيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي. والشيخ عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي المشرف العام على مركز الخيرات باليمن. والأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية ومفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والأستاذ أحمد النور محمد الحلو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تشاد والمفتي العام لهذه الجمهورية. والأستاذ أكرم الندوي مدير وأحد مؤسسي معهد السلام بأكسفورد في بريطانيا. والأستاذ سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا. والأستاذ عمار كمارة أبو بكر رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية ليبيريا ورئيس المجلس القومي الإسلامي بهذه الجمهورية. والأستاذ مظهر محمد الحموي عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بالجمهورية اللبنانية. والأستاذ محمد الأمين توراي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية غامبيا. والأستاذ صالح حمداي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية إفريقيا الوسطى. والأستاذ الشيخ ممادو أبو دوباتشي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية التوغو. وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين نسخة مطابقة للأصل من مخطوط دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الجزولي بخط محمد بن القاسم القندوسي الفاسي المتوفى بفاس عام 1861، ويتميز رسم هذا المخطوط بميزة خاصة في نوع الخط والتزويق. طبقا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة شهر رمضان الكريم لهذه السنة، تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع 5000 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية. وبحسب بلاغ للحرس الملكي فإن هذه العملية تتم من خلال عدد من نقاط التوزيع في عمالة الرباط بكل من دار السلام، تورقة، مستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا ومستعجلات مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال ابن سينا، في عمالة سلا بقرية ولاد موسى وحي السلام والمعمورة، في عمالة طنجة بحي الشرف، في إقليم تطوان بحافة الركينة، في عمالة مراكش بالمشور، وفي إقليم الخميسات بمركز النخيلات التابع لجامعة الرماني. وأشار البلاغ إلى أنه ستوزع خلال شهر رمضان الكريم 150,000 وجبة إفطار، مضيفا أن أطر الحرس الملكي يسهرون بمساعدة السلطات المحلية على النظام ومساعدة المستفيدين من أجل حسن سير ونجاح هذه العملية النبيلة. يتواصل بغزة توزيع المساعدات الإنسانية على أشقائنا الفلسطينيين بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، التفاتة كريمة أشاد بها سكان القطاع مثمنين دور المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية. من غزة تقرير صبحي أبو زيد. ما زالت عملية توزيع المساعدات المغربية المرسلة بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تسير على قدم الوثاق في قطاع غزة لتوزيعها على كل مستحقيها من المحتاجين من المواطنين، وذلك عبر خطة وضعتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجان الشعبية تتماشى مع الظروف الأمنية والاستثنائية في ظل العدوان المستمر للشهر السادس على التوالي. يعني تتواصل جهودنا في الهلال الأحمر الفلسطيني في مسألة توزيع المساعدات المغربية التي وصلت الأسبوع الماضي، وتستمر يعني طواقمنا في توزيع هذه المساعدات
وفق خطة يعني تتضمن مراعاة الأوضاع الحالية لسكان قطاع غزة وما يعانون منه. فهذه العائلة النازحة أدخلت الفرحة على قلوبهم عندما وصلت لهم هذه المساعدات الإنسانية كرسالة تضامن غير مسبوقة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي إلى الشعب الفلسطيني التي ضاقت بهم السبل وأغلقت المعابر لتكون المملكة المغربية بقيادتها الحكيمة بفتح هذه المعابر لإدخال هذه المساعدات بأقصر وقت ممكن. نشكر جلالة الملك محمد السادس على المعونات اللي بعت لنا إياها في ظل شهر رمضان المبارك، في ظل الحرب اللي احنا فيه والوضع المأساوي اللي احنا فيه. وبنشكر كتير، نتشكر على الوضع ان هو يعني ذاكرنا معه، بذاكر اهل فلسطين واهل غزة رغم النزوح ورغم الألم اللي احنا فيه ورغم شهدائنا وجهرحانا. إشادات فلسطينية وشعبية في الدور التضامني والإنساني والسياسي التي تلعبه المغرب ملكا وحكومة وشعبا بالوقت الحاضر وبالأمس وبالمستقبل تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة بتحقيق دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حسب الشرعية الدولية. المساعدات المغربية اللي وصلتنا يعني في غزة اجت بوقتها الصحيح، يعني الشعب متعطش لأي شيء من المساعدات، وأصلا احنا ما بنستغرب وقفة ومساندة الشعب المغربي حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني. والله بنشكرهم كثير على هالمساعدات اللي تيجي في وقت صعب، يعني بالنسبة لنا فيش إشي متوفر ولا وضعنا هيك زي كشايفين كيف قاعدين في هالخيم. ها هي وصلت المساعدات المغربية إلى مستحقيها في قطاع غزة وإلى النازحين والمحتاجين، وذلك بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس الذي يقف دائما بجانب الشعب الفلسطيني بكافة الظروف. للقناة الأولى صبحة وزي فلسطين. بيت المغرب معلمة تاريخية شاهدة على تواجد المغاربة منذ القدم على أرض فلسطين، موقعه داخل البلدة القديمة يجعله منارة لنشر الثقافة والتراث اللامادي المغربي. مرافقه ومكوناته متعددة ومتنوعة، نتعرف عليها من خلال هذه الجولة يأخذنا إليها الزملاء محسن قيس، رشيد العتابي ويوسف مزيان. بيت المغرب معلمة تاريخية شاهدة على حضور المغرب والمغاربة بالقدس ومساهمتهم في حماية الموروث الثقافي والديني والحضاري للبلدة القديمة. هنا كل شيء مستوحى من التراث المغربي الأصيل بمختلف تجلياته وأبعاده، هي صورة كذلك من الصور للتضامن الثابت للمغاربة مع أشقائهم الفلسطيني. أستاذ رملي، بيت المغرب معلمة تاريخية مهمة، يعني تحمل دلالات كبيرة للتضامن المغربي الفلسطيني، إذا ما حكاية هذا البيت؟ من ماذا يتكون؟ حبذا لو قربتنا أكثر من بيت المغرب. أولا مرحبا بكم في بيت المغرب. بيت المغرب اللي هو موجود في قلب القدس الشريف، هذا البيت اللي كيجي في إطار جهود المملكة المغربية، سواء كان من حيث الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس. تم شراء هذا البيت أولا للحفاظ عليه كما عهدت المملكة المحافظة على التراث المقدسي، التراث الحضاري، الحفاظ على العقارات المقدسية. نسمي هذا البيت أنه اشتري في فترة المغفور له جلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراه، ونسميه نحن في بيت المغرب أنه الملك المؤسس، وتم بناؤه وترميمه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولذلك نسميه فترة الملك الباني. هذا البيت يأتي في سياق حضور المملكة المغربية في القدس. يعني شاهدنا كذلك أن هناك مجموعة من المنتوجات يعني التقليدية المغربية متواجدة هنا، هل من أجل يعني التعريف بهذا التراث اللامادي المغربي أو كذلك يعني لها دلالات أخرى؟ أولا نحن في بيت المغرب، بيت المملكة المغربية، المركز الثقافي المغربي هو
كأكبر مساحة بعد المسجد الأقصى اليوم بمساحة 3000 متر حقيقة هو عبارة عن مجمع ثقافي وليس مركزا ثقافيا فقط. هو مجمع ثقافي فيه معرض التراث المغربي، فيه معرض الصناعات التقليدية. هذا لي أولا لنقل كل ما هو مغربي، ليندمج بكل ما هو مقدسي، ليعيد هذا التاريخ الذي كان. أولا نقل المنتجات المغربية بما يتميز من دقة الصانع ودقة الحرفي المغربي. القدس تحتاج إلى إعادة هذا الربط. صحيح أنه المكون المغربي كان موجودا في القدس، كان موجودا في القدس عبر تاريخ المغاربة في القدس، لكن جاء الوقت ليعاد هذه التاريخ، تعاد هذه المنتجات. إذن سيرملي زليج وكذلك أحد روافد التراث والثقافة المغربية، نجده كذلك هنا داخل بيت المغرب. نعم أكيد، كما أن بيت المغرب والمركز الثقافي المغربي هو موجود في عبر مراحل تاريخية متعددة لمدينة القدس. أولا نجد فيه أنه مرتبط بالحجرة الأم التي بنيت عليها مدينة القدس عبر الأنفاق أو المجاري المائية التي كانت تسقى منها مدينة القدس. أيضا البيت المغرب موجود فيه أثار البيزنطية والأثار الرومانية، وموجود فيه أثار قديمة جدا. ولأنه بيت المغرب يجب أن يكون فيه الزليج المغربي بأشكاله وأنواعه وألوانه، وخصوصا الذين يزورون المغرب وفي هويتهم البصرية حينما نذكر المملكة المغربية يأتي لديهم الزليج، فضروري من غير يزور بيت المغرب خصو يصوف الزليج عبر هذه اللوحات الفنية. حقيقة كما شاهدنا يعني بيت المغرب يضم كذلك قاعات للندوات، ولا يقتصر فقط على التعريف بالتراث، ولكن كذلك سيحتضن المجموعة من اللقاءات. نعم، ولذلك قلت في البداية أنه مجمع ثقافي في بيت المغرب، بيت المملكة المغربية. أيضا يحتوي على قاعات، نحن الآن في فضاء الساقية الحمراء للفنون التشكيلية، ليكون معرضا دائما للفنون التشكيلية وتزاوجها مع الفن التشكيلي المغربي والفن التشكيلي المقدسي. أيضا بيت المغرب كما أنه يحتوي على القاعات الحديثة، ونرى حتى في المعمار، معمار الحفاظ على المعمار المغربي والحفاظ على المعمار المقدسي وإضافة الطابع المغربي للبيت. أيضا بقي الحفاظ على الأثار التاريخية الموجودة في المكان كارتباط بيت المغرب بالحجرة الأم وبعض الأثار التي وجدت في المكان. هذه اللي شفناها الآن هي فضاء الكتبية المكتبة التي تضم يعني الكتب، التعريف بالفن المغربي، التعرف بالفكر المغربي، أو الأركان التي يعتمد عليها المغاربة سواء في العقيدة، في الفكر، في الأخلاق، في غير ذلك، في التصوف. يعني ننقل هذه التجربة أيضا للقدس الشريف. يعني طريق الآلام بالمدينة العتيقة للقدس هو الموقع الذي يتواجد فيه بيت المغرب، ما هي الدلالات والمغزى من اختيار هذا المكان بالضبط؟ أولا بيت المملكة المغربية متواجد في قلب درب الآلام الذي يقصده الحجاج المسيحيون، وموجود على خطوات من المسجد الأقصى المبارك، باب الغوانمة. وهذا المسمى الغوانمة هي لعائلة من أصول مغربية. أيضا بيت المغرب في مكانه هو تجسيد فعلي أولا حضور المملكة المغربية، هو استمرار لتواجد المغربي في القدس تاريخا وحاضرا، أيضا ترجمة فعلية للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وترجمة فعلية حقيقية لموقع المملكة في القدس، وترجمة أيضا لنداء القدس. ها هو الأقصى الشريف، الأقصى الشريف بجوار بيت المغرب، وهو على بعد خطوات من بيت المغرب، وبجوار أيضا الكنائس المسيحية. فهذه التوليفة وهذه الفسيفساء هو حقيقة هي المملكة المغربية، هذا هو موقع المملكة المغربية. إذن كانت هذه زيارة ميدانية لمختلف المرافق التي يتوفر عليها بيت المغرب هنا في طريق الآلام في المدينة العتيقة للقدس. هنا ستروى قصص وحكايات عن العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع المغاربة بالفلسطينيين.
نبقى دائما مع الشأن الفلسطيني، هذه المرة على المستوى الميداني، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم عملية قال إنها محددة في مجمع الشفاء الطبي في غزة بدعوى وجود مسؤولين من حماس فيه، وسط قصف مدفعي وغارات جوية كثيفة تسببت بفرار السكان المنطقة المحيطة بعد الدعوة لإخلائها. حافظ الهوان. أكد وزير الخارجية المصري أن منع السلطات الإسرائيلية دخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى قطاع غزة يعد خطوة غير مسبوقة لموظف أممي مضطلع بمسؤولياته. وكتب المفوض العام للوكالة في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة: تمنعني السلطات الإسرائيلية من دخول القطاع. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل مع جهاز الأمن الشبك والقوات الخاصة تنفيذ عمليات محددة في مستشفى الشفاء، وأنه خلال اشتباكات مختلفة قتل 20 فلسطينياً في المستشفى، وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية في حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الذي يضم آلاف النازحين. القصف دفع مئات الفلسطينيين أغلبهم نساء وأطفال إلى الهروب إلى وسط مدينة غزة وشرقها. وقال السكان إن دبابات إسرائيلية اقتحمت مستشفى الشفاء من البوابتين الجنوبية والشمالية عند الفجر. وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات موجهة إلى سكان المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي التي وصفها بأنها منطقة قتال خطيرة، وحثهم على المغادرة بشكل فوري. دوليا، دائما تسببت موجة الحر التي تضرب أمريكا اللاتينية منذ بداية العام في ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 درجات مئوية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الماضي، فيما تواجه مناطق أخرى في جنوب البلاد تهديدات بالفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. وبمجرد الإعلان عن هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة، دعا نظام الإنذار البلدي في ريو دي جانيرو السكان إلى تجنب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس وإلى ترطيب الجسم تجنبا للجفاف. وتبقى الأجواء الحارة والارتفاع الملموس في درجات الحرارة هو السمة الغالبة في بلادنا أيضا هذه الأيام، ولأننا في شهر الصيام لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات لتجنب الجفاف وضربات الشمس لا قدر الله. الروبورتاج من الرباط لكوثر أبو تير ومهدي شطيبي وياسين مرافق. حمدي سائق سيارة أجرة يحرص على تفعيل خاصية المكيف بعربته قبل الانطلاق، فالطقس اليوم لا يسمح بالقيادة دون أخذ الاحتياطات، خاصة وأن المجهود الذي يقوم به يبدو استثنائيا خلال رمضان. متندوز النار عبر المسقط النفس، تندير شي شوية ديال هاد المكيف هذا هو اللي تيبردنا شي شوية، وتنحلو الزجاج كله هنايا، مرة الصهد داخل بزاف في الطوموبيل. هناك من ينتظر أفول الشمس ليستطيع قضاء حوائجه، بينما فئة أخرى تمارس أنشطتها بالشكل المعتاد. وين هاد الحرارة؟ ماشي شي حرارة اللي لازم ياخذ الإنسان يخاف منها ولا خصو ياخذ الاحتياطات، لا حرارة عادية بالنسبة لنا حنا مولفين ب 40 وكثر، ما ماشي مشكل. والجو حار بزاف، خاصني ما نهضرش بزاف، خاصني ما نتعصبش، خاصني نبقى ديما كاسكيطة وشي فوطة عاوتاني تكون فازقة تحطها شوية على عنقك. شوية قاصح ولكن الحمد لله كنحاولوا نتأقلموا مع الجو مع كلشي، ما ماشي زعما شي حرارة بزاف ولكن الحمد لله. ما كاينش طرق الوقاية من غير أنني شوية كنشرب الماء قبل السحور كنضل. مع ارتفاع درجات الحرارة يحاول الجسم ضبط حرارته عن طريق التعرق، فيفقد كميات مهمة من الماء، في حالة عدم تعويضها ينتج عنها الجفاف الحاد. الحالة ديال الجفاف الحاد كتسبب لنا في خلل في الدورة الدموية مع انخفاض في ضغط الدم، الشيء اللي كيقدر أنه يؤدي إلى تضرر بعض الأعضاء الحيوية بحال الكلي بحال القلب وبحال الدماغ. والأعراض اللي كيقدر يحس بهم الإنسان في هذه الحالة هذه ديال الجفاف هي العطش الشديد، الصخفة، الدوخة. تجنب فترات الذروة وشرب كميات معتدلة من الماء والامتناع عن ممارسة الرياضة من النصائح المقدمة، فما هي الطرق الوقائية الأخرى التي يحتاجها الصائم؟
كنصحهم انهم يقلوا او يتجنبوا من استهلاك القهوه وكذلك المشروبات اللي كتحتوي على ماده الكافيين باعتبارها مضره للبول وكتضيع على الجسم واحد النسبه ديال الماء. كنصحهم كذلك انهم يتجنبوا الاستهلاك ديال الوجبات الغنيه بالسكريات والدهنيات المشبعه المملحات والمقليات حيت هذه المواد هادو كتحتاج واحد النسبه ديال الماء في الاستقلاب ديالها. المسنون والأطفال من الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة في الجسم جراء الحرارة المفرطة، مضاعفات قد تؤدي أحيانا إلى خطر الموت إذا لم يتم الالتزام بالطرق الوقائية والعلاجية المناسبة. وللحديث عن موجة الحرارة الحالية ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد حسين يعابد مسؤول تواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. سيد يعابد مساء الخير، وبداية كيفاش يمكن لك تفسر لنا هذه الظاهرة الحرارة اللي ولينا كنلاحظوها، يعني ما كتخش غير المغرب ولكن حتى دول أخرى، مثلا البرازيل اللي تجاوزت فيها درجة الحرارة 62 درجة مئوية. فعلا، فأولا في المغرب في نهاية الأسبوع يعني تجاوزت درجة الحرارة 5 حتى 9 درجات فوق المعدل الموسمي في هذه الفترة، حيث كانت بعض المناطق اللي فيها بين 35 و 39 درجة مئوية خصوصا الجنوب وسط البلاد، فهي درجة يعني مرتفعة يعني مقارنة يعني في هذا الموسم. وكذلك ما ننساوش باننا عشنا كذلك في بداية ديال فصل الشتاء درجة حرارة كذلك مرتفعة، حيث يعني بالنسبة لي يناير كان من اشد الشهور حرارة من بين الاشهر من اكثر من 60 سنة. بالنسبة لهذه درجة الحرارة اللي كنعرفوها خلال نهاية الأسبوع فهي ناتجة عن تمركز مرتفع جوي بحوض البحر المتوسط، وبالتالي يجعل أن هبوب رياح جنوبية شرقية اللي كتساهم في صعود كتل هوائية اللي هي دافئة اللي كتجي من الجنوب نحو المناطق الداخلية لأقاليمنا الجنوبية وكتهم وسط، وامتدت كذلك خلال نهاية الأسبوع بداية هذا الأسبوع نحو المناطق الشمالية البلاد، وبالتالي كان هذا الارتفاع في درجة الحرارة. وكذلك هذا الارتفاع درجة كيشمل كذلك حتى خلال يعني هاد ثلاث أشهر حتى المناطق ديال أوروبا، معظم مناطق العالم تم تجاوز المعدلات القصوية في الشهرية لعدة مدن بينها المغرب. طيب سيد عابد، هذا الطقس واش مازال مستمر معنا ولا كاين شي تغييرات؟ يعني درجة الحرارة واش ممكن أنها تنخفض في الأيام القليلة المقبلة؟ غدا بحول الله كاين واحد الانخفاض في درجه الحراره خصوصا بالسهول الشماليه بعض المناطق الوسطى المناطق ديال الغرب اقاليمنا الجنوبيه، وسيبقى الطقس نسبيا حار، ما يبقاش حار بزاف، ولكن باقاليمنا الجنوبيه المناطق الداخليه ديال سوس وبعض المناطق الداخليه. يوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة نتيجة لاقتراب منخفض جوي بجنوب إسبانيا، مما سينتج عنه مجموعة من السحب اللي ممكن تعطي بعض القطرات المطرية خصوصا ليلة الأربعاء الخميس بحول الله، وبالتالي درجة الحرارة سترجع إلى معدلتها الموسمية. أشكرك جزيلا سيد الحسين يعابد مسؤول تواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. في العلاقات المغربية الفرنسية وبوزارة المالية وقعت اتفاقية بين المغرب وفرنسا تمنح بموجبها هذه الأخيرة قرضا بقيمة 1,500,000,000 درهم وهبة مالية بقيمة 40,000,000 درهم لمواكبة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال التربية الوطنية. خديجة زروال وبلفتح الزوين. طبقا لهذه الاتفاقية تمنح فرنسا للمغرب قرضا بقيمة 1,500,000,000 درهم لدعم الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا في مجال التعليم، وأيضا منح هبة مالية بقيمة 40,000,000 درهم للقيام بدراسات لمواكبة الإصلاحات في هذا المجال. التركيز ديال هذا المشروع غادي يتم واحد التركيز على الجانب ديال المؤسسات الإعدادية فيما يخص باش نقصوا من الهدر المدرسي، وهذا تعني مواكبة ديال الدعم المدرسي لا الدعم التربوي ولا الدعم الاجتماعي، وهناك أيضا رفع من مستوى ديال التلاميذ ديال الإعدادي فيما يخص تمكنهم من اللغات وخاصة من اللغة الفرنسية.
هذا الدعم يتم عبر الوكالة الفرنسية للتنمية التي وضعت على رأس أولويتها في استراتيجية تعاونها مع المغرب للفترة الممتدة ما بين 2022-2026، دعم الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر قطاع التربية الوطنية من بين أهم ركائزه. ما يحدث هنا بالمغرب ستستفيد منه فرنسا ويعزز ما نقوم به نحن أيضا من إصلاحات. هناك عدد كبير من المجالات بالمغرب عرفت تطورا كبيرا بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والشراكة التي تجمع المغرب بفرنسا تهم عددا من المجالات ومن ضمنها قطاع التربية الوطنية. هذا القرض سيساهم في تنزيل ودعم الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التعليم ببلادنا ويعزز من الشراكة والتعاون بين المغرب وفرنسا في هذا المجال. النسخة 25 من عملية رمضان استفاد منها هذه السنة 17700 مستفيد ومستفيدة على مستوى إقليم خنيفرة. اليوم أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على عملية توزيع المواد الغذائية الأساسية على المستفيدين، كما سنتابع مع عبد الرحيم بن شيخي وأحمد الفضلي. عناية موصولة مفاتيح يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للفئة المعوزة، فعملية الدعم الغذائي خلال الشهر الفضيل هي مبادرة إنسانية لصالح الفئة المعوزة. وبإقليم خنيفرة تستفيد الساكنة التي هي في وضع هشاشة من مساعدات عينية مباشرة. أنا فرحانة بزاف بهذه المعاونة التي يعطينا سيدنا باش نعاونوا فيها في رمضان. الله ينصر سيدنا. كاين سكر، كاين زيت، كاين اتاي، كاين طحين، كاين كل شيء، كاين العدس، كاين كل شيء، كاين تنصر الله ينصر سيدنا. مناسبة سعيدة فرحنا وفرح وليداتنا. وتعمل جميع المصالح المختصة في تعبئة شاملة لإنجاح هذه العملية الموجهة أساساً لأسر معوزة بإقليم خنيفرة، خصوصاً العالم القروي في جو من التآزر والتضامن المطبوع في شخصية الشعب المغربي. وبالنسبة لإقليم خنيفرة فالإقليم يحظى ب 17700 حصة، منهم 5000 في الوسط الحضري موزعين على بشويتي خنيفرة ومريرت، و 12700 بالوسط القروي تشمل 10 القيادات و 20 جماعة قروية. حوالي 5 ملايين شخص سيستفيدون هذه السنة من عملية الدعم في مختلف جهات وأقاليم المملكة، والنسبة الأكبر موجهة للعالم القروي. بمقر سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط تم اليوم إطلاق النسخة 20 لحملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم. تندرج هذه المبادرة الإنسانية التي أعطى انطلاقتها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية في إطار روح التعاون الإنساني والأخوي بين البلدين الشقيقين. عبير ملوكي وفؤاد الحرش. حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم في دورتها 20 تستهدف أكثر من 50000 أسرة مغربية من خلال توزيع عدد من المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل بمختلف مناطق المملكة. هذه السنة الثانية اللي كنستافدوا حنا كمؤسسة خيرية، هاد المساهمة اللي كناخدو كتمشي للفئات الهشة، الأسر المتعففة، الأرامل والأيتام. هاد المبادرة اللي كتعطى في هاد الشهر ديال الغفران، وكنحمد الله زعما اللي وفقنا باش نكونوا سبب لهذا الخير باش نديروه مع هاد الناس هادو. هذه المبادرة الإنسانية تأتي عقب الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والذي شكل عنوانا للتضامن الإنساني لكافة شرائح الشعب المغربي. أنا سعيد بما رأيت خلال الفترة الماضية من تكاتف الشعب المغربي ومن توجيهات حضرة صاحب الجلالة في الكارثة الحقيقية اللي حصلت، اللي هو زلزال اللي حصل في منطقة الحوز، و وجدت بعيني ما هو حاصل في الأراضي المغربية. تجد الإنسان البسيط يساهم في هذا العمل ولو بقدر القليل، ولكن هذا يدلك على أن الشعب المغربي شعب متكاتف. مبادرة بأبعاد إنسانية تترجم أواصر التعاون والتآزر بين الشعبين المغربي والإماراتي الشقيق.
في فقرة صحتنا في رمضان نتوقف هذا المساء مع التدخين أضراره والإقلاع عنه مع الدكتور توفيق بن جلون أخصائي طب الإدمان لنتابع. احنا كيفاش درسنا طب الادمان ان الانسان المدمن هو مصدوم ثلاث صدمات، صدمه نفسيه وصدمه جنسيه العنف وصدمه روحيه، ان الروح اللي كتكون فارغه فتوحي لك باشياء شريره، فاكيد ان رمضان هو فرصه لملء هذا القلب بايمان في الروح فيستطيع ان يواكب هذاك الصبر ديالو، ما زادهم صبر على الجوع، الصبر ديالو على الاقلاع، لان صراحه ماشي شي حاجة اللي هي بسيطة. ثم 30 يوم، 30 يوم أنا كنشوفها طبيا كافية على أساس أن يقلع الإنسان عن التدخين وتزولوا السموم ما يسمى بالفرنسية الديتوكس، وتزولوا هذوك السموم ديال التدخين اللي كتكون في الدم ديال الإنسان التي توحي له بالرجوع لهذيك السيجارة. فأظن أن أدعو الناس من خلال هذا المنبر الكريم أن يبدأوا البرنامج للإقلاع عن التدخين خلال أول يوم من رمضان، ولما لا يعني يومين قبل رمضان، ثم يكون المسار ديال الإقلاع بطبيعة الحال بالمساعدة ديال الطبيب اللي غادي يوصف لك يعني نصف الطريق. عاد مسجد الكتبية ليفتح أبوابه في وجه المصلين بعد الانتهاء من أشغال الترميم التي خضعت لها هذه المعلمة الدينية بعد تصدع جانب منها بفعل زلزال الحوز. أجواء روحانية يعيش هذا المسجد الذي يمتلئ عن آخره بالمصلين في هذا الشهر الفضيل. أميلة علام ومحمد حسن مسكور. في هذه الأيام الرمضانية المباركة يفتح مسجد الكتبية بمدينة مراكش أبوابه ويقف آلاف المصلين في خشوع وسكينة لأداء صلاة العشاء والتراويح بعد أن أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بفتح المساجد المتضررة من زلزال الحوز في وجه المصلين. استئناف الصلاة بهذه المعلمة الدينية خلف أثرا إيجابيا في نفوس المصلين الذين يحجون لهذا الصرح العظيم. هذا الشهر هذا تعطي واحد الرونق إسلامي لهذا المسجد، هذا تبارك الله اللي عنده تاريخ في التاريخ وحضارة إسلامية. تصلي في جامع الكتبية اللي تعتبر أحسن جامع في مراكش، معتبر قديم، تجيو تصلوا فيه الناس من جميع نحو مراكش. عمليات الترميم مكنت من معالجة التصدعات الجزئية التي طرأت على المسجد بفضل الخبرات العلمية والتقنية التي مكنت من استعادة هذا المسجد للدور الديني الذي ظل يؤديه لقرون عديدة. مسجد طيب مبارك كبير وأهله مباركون، وما شاء الله الآن يعني أعيد صيانته وترميمه، وهو ما شاء الله يعني تحفة فنية قديمة حديثة. بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التعجيل بترميمه وإصلاحه لكي يفتح في وجه المصلين، والحمد لله يوم أمس فتح مع صلاة الظهر وأقيمت فيه صلاة التراويح، حيث حضر ما يناهز 30 ألف مصلي حجوا إلى هذا الصرح العظيم من مختلف أحياء مدينة مراكش لأداء صلاة التراويح. أجواء روحانية مفعمة بالإيمان وبركات الشهر الفضيل تعيشها إذن هذه المعلمة المعمارية والدينية التي ظلت صامدة شامخة شاهدة على حضارة مملكة تشكل صرحا متميزا للأمن الروحي على مستوى العالم الإسلامي. خلق حوار بين التحف الفنية والقطع التقليدية والأعمال الفنية التشكيلية تجربة مبتكرة أنشأت توافقا بين التحفة وتصويرها، نموذج لسلسلة درر متاحف المملكة من خلال متحف أكادير متحف الفن الذي يبسط منظورا جديدا لزائريه. نتعرف عليه في روبورتاج محمد الوهيبي عبد العلي عياد ومهدي كراكشو.
أكادير متحف الفن هو متحف عمومي اللي جاء في إطار رياضيا. أكد لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز لدى وصوله إلى مطار الرباط سلة أن الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني المغربي يعد شرفا كبيرا، معبرا عن فخره بنيل شرف التواجد ضمن أسود الأطلس. ابتسام أدريس قيمة بالعشوات من تازي. عاد إبراهيم دياز واحد من اللاعبين المتألقين في الليغا الإسبانية، استقبل في المغرب استقبال الأبطال. عشقه لبلده الأم جعله يطلب ود المنتخب الوطني حتى يدخل معه التاريخ. ابن مالاغا الإسبانية من مواليد 3 غشت 1999 من أب مغربي وأم إسبانية. Primero quiero agradecer al rey a su majestad el rey todo el apoyo todo el cariño el amor que he recibido gracias a su majestad. أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الثقة التي منحني إياها جلالته. أنا سعيد جدا بالتواجد في بلدي ومتحمس للعب مع المنتخب الوطني. سأعمل جاهدا على منح إضافة نوعية لتمثيل أسود الأطلس أحسن تمثيل. Este cariño este amor es algo único y lo devolveré en el campo que es donde mejor será hacerlo. تعلم أبجديات كرة القدم في النادي الأندلسي مالاغا لتكتشفه سريعا آلية الرصد في الدورية الإنجليزية الممتاز لكرة القدم وسنه 16 سنة إذ لعب لنادي مانشستر سيتي. لكن نجم إبراهيم دياز ظل خافتا أمام قوة وصرمة البريمير ليج. أداء دياز نجح في لفت انتباه نادي ريال مدريد الإسباني لينتقل إلى الميرينغي عام 2017 في صفقة مالية بلغت 17 مليون أورو لموسم 2019-2020 وتوج بلقب الليغا. بعدها غادر النادي الملكي في اتجاه نادي آسي ميلان في صفقة إعارة لثلاثة مواسم. وفي الدوري الإيطالي تطور أداء إبراهيم دياز وقاد الروزينيري إلى تحقيق لقب الكالتشيو سنة 2022 بعد غياب عن خزانة ميلان 11 عاما. أنا سعيد جدا بهذا الترحيب الكبير. لدي شعور بالارتياح فأنا تواجد في بلدي. أجدد شكري للشعب المغربي. كاميسيتا تان غراندي ا سو فانس دي لا سيليكسيون دي ماروكو يا تو ماروكو موتشاس غراسياس. العطاء الذي قدمه إبراهيم دياز في الدوري الإيطالي كان سببا في عودته إلى قلعة سانتياغو برنابيو وبخطوة ثابتة كسب الرسمية وسجل 8 أهداف في جميع المسابقات. ساهم في تتويج ريال مدريد بكأس السوبر وبصدارة الليغا. ومن هنا دخل قلوب عشاق الميرينغي داخل فريق يعج بالنجوم وبأدائه الملفت عبد طريقه نحو استدعائه لحمل القميص الوطني وكله آمال في استمرار نهجه التصاعدي ومنح إضافة نوعية في تشكيلة المنتخب الوطني. إنه الحلم الذي تحول إلى حقيقة، هكذا وصف إلياس أخو ماشي التحاقه بالمنتخب الوطني لكرة القدم كبار. والصورة ينقلها من مطار رباط سلة قائمة بالعشيوات من تازي. إلياس أخو ماشي 20 سنة، اللاعب الموهبة الساحرة منتوج أكاديمية لاماسيا، اللاعب الحالي لفريق فياريال، لقبوه مشجعوه بميسي الجديد. هو يستمتع ويمتع عشاق الساحرة المستديرة. هذا شو غادي نقول لكم على الحاجة، أنا ملي كنت صغير والله والله ربيع الطقاسة يقدر يقول لكم والعائلة ديالي ماما وبابا، أنا ملي كنت صغير والله كنت كنحلم نكون هنايا والحمد لله لابورتونيداد عندي أسيكي إن شاء الله غادي نبروفيتار الماكسيم. مطار الرباط سلة بدت السعادة على محيا إلياس أخو ماشي يلتحق لأول مرة بتشكيلة وليد الرقراقي بعد أن تدرج سابقا في الفئات السنية الصغرى للمنتخب الإسباني. أنا صراحة فرحان بزاف نكون هنايا ونتمنى إن شاء الله نكون مزيان هنايا في هاد الأوبورتونيات اللي عندي ونتمنى إن شاء الله غادي نخدم بزاف باش نطلعوا الفوق ليكيب.
الجماهير المغربية كم هي الآن متشوقة لمشاهدة ومعاينة هذه الأسماء الجديدة التي ستعزز صفوف المنتخب الوطني. ايوا انا دائما ملي كندخل نلعب الكره كنترينار وكنعطي دائما 100% ديالي ابار لا كاليداد عندي اللي كي كاركتيرستيكا ديالي هي لاكتيتود اللي عندي دائما مع عمري كان غاتشر الراس ديالي دائما كنمشي الفوق اسكي ان شاء الله غادي نعطي الماكسيموم ديما وانا فرحان بزاف. رمضان كريم para todos. شكرا. وإلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أعرب كل من إلياس بن صغير يوسف الخديم وأمين عدلي عن سعادتهم بالالتحاق بالمنتخب الوطني وعزمهم على تقديم إضافة داخل النخبة الوطنية خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة. حسن زكي وعاشور بن مسعود. عناصر الفريق الوطني المغربي الأول لكرة القدم يلتحقون الواحدة والآخر بالمعسكر الإعدادي تحضيرا لوديتي أنغولا وموريتانيا، ومن ضمن العناصر الشابة التي التحقت مؤخرا بكتيبة وليد الركراكية في مقدمة إلياس بن صغير والذي تدرج في أكاديمية نادي فريتشون سان رافائيل ثم انتقل إلى نادي إكس آن بروفانس ومنه إلى نادي موناكو، ويعد من اللاعبين الواعدين والذي سيقدم الإضافة على مستوى وسط الميدان أو كجناح أيسر. إنه اختيار بالقلب لأن المغرب جذور آبائي وإنهم أصولي، وأنا سعيد لاختيار المغرب لأنه بلد كبير وسنحاول تحقيق المزيد من الألقاب معه وسأعطي أقصى ما يمكن. يوسف الخدي موهبة أخرى وصلت المغرب اليوم للالتحاق ببقية العناصر الوطنية، يلعب لشباب فريق ريال مدريد كظهير أيسر، تدرج بعدة أكاديميات كاريو فايكانو وخيطافي ليلتحق بعد ذلك بشباب نادي ريال مدريد هذا الأخير الذي مدد عقده إلى غاية موسم 2028 بعد أن أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية. أنا سعيد لوجودي هنا وحمل قميص فريق بلدي، وأنا مستعد لمنح كل إمكانية لهذا القميص. أمين عدلي وصل هو الآخر اليوم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لينضم لمعسكر الأسود ولباقي العناصر الوطنية، سواء التي لعب إلى جانبها سابقا أو الشابة التي التحقت مؤخرا والتي يرى أنها ستدعم الفريق الوطني بشكل كبير. أظن أنه شيء جيد لانضمام إلياس، إنه لاعب ممتاز أعرفه جيدا، وكذلك إبراهيم دياز، إنه شرف لقدوم هذه الأسماء للفريق المغربي وهذا سيمكننا من تكوين فريق قوي لتحقيق أشياء جيدة في المستقبل إن شاء الله. المواهب الشابة التي عززت الترسانة البشرية للفريق الوطني توحي بضخ دماء جديدة في تشكيلة الأسود من طرف قائد الفريق الوطني وليد الركراكي لكسب رهانات المرحلة المقبلة وفي مقدمة كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم المقبلتين. لمناقشة مستجدات المنتخب الأول واستعدادات الأسود للاستحقاقات الكروية القادمة ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء السيد مهدي كسوة إطار وطني ومحلل رياضي. مساء الخير مهدي. ويعني تشكيلة أسود الأطلس بنفس جديد، إبراهيم دياز، إلياس أخوماش، إلياس بن صغير، يوسف الختيم، سفيان رحيمي وآخرون، يعني هي اختيارات جديدة للمنتخب الوطني وليد الركراكي. مهدي، عناوين المرحلة الحالية في نظرك؟ اهلا مريم ومرحبا بجميع المشاهدات والمشاهدين الكرام. ولا نقاش ولا جدال على انه العنوان الابرز هو تشبيب المنتخب مع الابقاء او الارصاء كذلك بالدعامات او الثوابت الاساسيه اللي كانت في الامس القريب اللي كتشكل نجاحات المنتخب. فهي محطه جديده ومحطه انتقاليه. لماذا محطه جديده ومحطه انتقاليه؟ لانه بكل بساطه غتجمع ولا غتدمج بين جيلين ربما مختلفين، جيل اول اللي حقق نجاحات مع المنتخب وجيل جديد اللي كيتمثل في لاعبين شباب اللي ما كيتجاوز السن ديالهم تقريبا 22 او 23 سنه. حتى من خلال واحد النظره اجماليه على معدل الاعمار المتواجد حاليا عند المنتخب الوطني كيبقى معدل اعمار مهم اللي كيبين لك على انه كاينه نظره استباقيه للمستقبل. لهذا المدرب وليد الركراكي لا اعتبر على انه نادى فقط على اسماء جديده من اجل ضخها، بل نادى على هذه الاسماء هذو من اجل تغيير منظومته التكتيكيه، وهذا معطى جد ايجابي. اليوم يجب ان نقف
ربما وقفة تأمل ربما لهذه المعطيات لهذه الأسماء الجديدة، هي مبنية على قناعات وعلى أشياء اللي كانت ربما في الأمس القريب شكلت لنا بعض من المراحل ديال الفشل اللي كانت في الحلم الإفريقي وفي كأس أمم إفريقيا. أولها لازم الإصارة على أنه كانوا عندنا صعوبات على مستوى العمق وعلى مستوى المشاكل الدفاعية. اليوم تواجد ديال اللاعب اللي جديد اللي كيتمثل في اللاعب عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس، فهذا لاعب مهم اللي يقدر يعطينا إضافة وحلول على مستوى بناء اللاعب وعلى مستوى إخراج الكرة حتى على مستوى الكرات ديالو الهوائية وقطع الكرات اللي كتكون كذلك هوائية، فهو لاعب جد متميز. وبالتالي إلا شفنا التوليفة المتواجدة حاليا بالنسبة للاعبين على مستوى خط الدفاع فهادو لاعبين اللي متميزين. نمشيو لخط الوسط اللي أكيد لأنه فيه لاعبين جد متميزين لا من ناحية الفردية الناحية الجماعية، وعندهم عدة أشياء ولا عدة روابط اللي تقدر تدير لنا تقريبا واحد التركيبة اللي يكون من خلالها واحد التوازن. نطلعوا على المشكل اللي كان عندنا ولا نديروا إطلالة على المشكل اللي كان عندنا في المرحلة ديال كأس أمم إفريقيا، فكانت عندنا ربما بعض من المشاكل على مستوى 30 متر الأخيرة لأننا كنا كنقدروا نديروا الاستحواذ على الكرة، ولكن باش نمشيو ندخلوا المعترك العمليات ديال الخصوم كان كيطلب منا أنه يكون لاعب اللي كيجيد كسر المساحات كيجيد كذلك كسر الخطوط، وكان كذلك خاصو يمكن هذيك الميزة ديال السكانينغ أو ربما ما يسمى بالمسح البصري، وهذه الميزة هذه متواجدة في اللاعب العالمي إبراهيم دياز اللي التواجد مع المنتخب الوطني فأكيد أنه غيعطي واحد الإضافة كبيرة خصوصا على مستوى التنشيط الهجومي. طيب. نتكلموا على لاعبين أو الخيارات المتواجدة حاليا على مستوى التنشيط الهجومي، فلاعبين اللي صغار في السن وأكيد أنهم غيعطيونا إضافة واللي من خلالها نقدروا نرفعوا من الغلة التهديفية ديالنا اللي كان عندنا تقريبا مشكل فيها في المقابلات الأخيرة خصوصا على مستوى كأس أمم إفريقيا. مهدي، بالنظر لاختيارات الناخب الوطني وليد الركراكي يعني لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا وعلى ضوء تجربة الأسود في الكان الإفريقي الأخير، يعني كيف تتوقع الأداء التقني والتكتيكي لهذه المجموعة الجديدة إلى جانب أصحاب الخبرة بطبيعة الحال كزياش حكيمي وأجرد وغيرهم؟ لا هو المنتظر كما قلت لك سابقا على انه يكون من تغيير من النهج التكتيكي ديالنا اللي اصبح ربما مكشوف للجميع، اكيد لانه التشكيله اللي كانت دائما مفضله والاستراتيجيه الخططيه اللي كانت مفضله عند المدرب وليد الركراكي فكتمثل في 4-1-4-1 في المرحله ديال البناء و 4-3-4-3-3 في المرحله كذلك ديال الافتكاك ديال الكره. من شان هذه الاستدعاءات بالنسبه لهاد اللاعبين الجدد فاكيد لانه كما قلت لك يقدر يخلينا على اننا نشوفوا نهج مغاير استراتيجيه خططيه مغاير غيرة، وبالتالي المدرب يقدر يعتمد على أسماء جديدة لأنه عارفها ولا واعي بأنها تقدر تتماشى مع الأفكار ديالو الخططية الجديدة. فهذه مرحلة مهمة حتى اختيار المنتخبات اللي نقدروا نلعبوا معها في هذه المرحلة الإعدادية للمنتخب الأنغولي للمنتخب الموريتاني، فهذو منتخبات اللي عندهم ميزة كذلك عندهم جودة ديال اللاعب من أجل واحد الخطط اللي كتكون تكتيكية محكمة، عندهم جودة فردية بالنسبة للاعبين ديالهم، وأهم شيء هو أنهم عندهم قوة الاندفاع البدنية. وربما في اعتقادي على أنه المدرب كربما خطوة سباقية فهو اختار هذه المنتخبات هذه للوقوف على الجزئيات الصغيرة والكبيرة. أهم الجزئيات هو أنه الوقوف على الجاهزية ديال الأسماء المستدعات، لأنه في هذه المقابلتين ستكون محك حقيقي بالنسبة لهذه الأسماء لفرض الوجود ديالهم وكذلك للتواجد بواحد الشكل اللي هو مستمر. لهذا أنتظر على أنه المدرب وليد الركراكي بالطاقم التقني اللي معاه ربما بالرغبة ديال اللاعبين الجدد بالأفكار الجديدة الأخطاء اللي كانت صحيح ربما سابقة في كأس أمم إفريقيا من بعد درنا واحد وقفة تأمل وواحد وقفة ربما اللي خلينا على أننا نشوفه من خلالها يمكن الأخطاء ديالنا ونحاولوا على أننا نصحوها وتصحيح أكيد لأنه غيكون من ناحية ديال تغيير الخطة ومن ناحية كذلك تغيير بعض من الأسماء على مستوى رقعة الملعب. مديكس وتفضل بالبقاء معنا، سأعود لمواصلة هذا النقاش بعد لحظات. مشاهدينا وبمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة انطلقت أولى استعدادات المنتخب الوطني المغربي لوديتي أنغولا وموريتانيا، حيث وجه الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة ل24 لاعبا. قراءة في لائحة الأسماء التي وجهت لها الدعوة وكذلك التي تم استبعادها مع خالد الرغوت. بإعلانها عن لائحة المنتخب الوطني المغربي المستدعات لوديتي أنغولا وموريتانيا المقررتان يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بالملعب الكبير لمدينة أكادير، يكون المدرب الوطني وليد الركراكي قد أحدث تغييرات جذرية في صفوف أسود الأطلس. وبقراءة متأنية للأسماء التي وجهت لها الدعوة من معسكر الإعدادي الذي انطلق هذا اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم، نجد تواجد 4 أسماء جديدة ستحمل لأول مرة قميص أسود الأطلس.
ونجد في مقدمتهم النجم الصاعد لفريق ريال مدريد الإسباني اللاعب إبراهيم دياز، والذي اختار عن اقتناع حمل قميص المنتخب الوطني. إلى جانب إبراهيم دياز يتواجد كذلك لاعب شبان ريال مدريد يوسف الخديم، والذي يقدم أداء كبيرا بفريق ريال مدريد لشبان. الدعوة همت كذلك لاعب فريق موناكو الفرنسي والمتألق إلياس بن شغير، والذي يقدم مستويات كبيرة رفقة فريقه الفرنسي. بالإضافة كذلك نجد لاعب فريق فياريال الإسباني إلياس أخوماش، والذي يعد من الركائز الأساسية للفريق الإسباني. من جهة أخرى، وليد الركراكي وجه الدعوة لهداف العين الإماراتي اللاعب سفيان رحيمي، خصوصا بعد تألقه اللافت مع فريقه في دوري أبطال آسيا. بالمقابل، اللائحة سجلت 7 إلى 9 لاعبين إما بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، أسماء كانت تشكل في وقت سابق العمود الفقري للمنتخب الوطني، ونجد في مقدمتها العميد رومان سايس، بالإضافة إلى عبد الصمد زيزولي، سليم أملاح، أمين حارث، سفيان بوفال وإسماعيل الصباري. فيما وصل وليد الركراكي الاعتماد على باقي الأسماء الأخرى الأساسية كالحارس ياسين بونو، أشرف حكيمي، حكيم زياش وغيرهم باقي اللاعبين الآخرين. وأعود مجددا إلى ضيفنا من الدار البيضاء مهديك سوا، يعني تشكيلة أسود الأطلس، ما بين رهانات التجديد والتشبيب وما بين الاعتماد على اللاعبين ذوي التجربة والخبرة، كيف برأيك يتوجه وليد الركراكي لخوض الاستحقاقات الكروية القادمة؟ هو الذي خاض مع المنتخب استحقاقات ليست بالسهلة، خاصة مونديال قطر وكان كوت ديفوار أيضا. هو سؤال مهم وسؤال محوري ربما في خطابنا، ولا كذلك ربما في هذا المشروع اللي ربما غادين فيه وكنتمشاو معاه بواحد الطرق اللي هو ايجابيه. اليوم لازم الاعتراف على انه سياسه الحياه دائما تتماشى مع التغيير، وفي اعتقادي على انه التغييرات الحاليه من شأنها تعطي واحد الاضافه كبيره. اليوم هناك مزيج او خليط بين لاعبين، كما قلت لك سابقا، بين جيلين مهمين، جيل اللي حقق نجاحات على مستوى كاس العالم سابقا، وجيل جديد يتمثل في الرغبه والطموح وكذلك يتمثل في اعطاء واحد الصوره جيده على البلد ديالنا. هما كنتكلموا على لاعبين اللي شباب اللي عندهم كما قلت لك الرغبه وعندهم طاقات ايجابيه اللي قادرين على انهم يبلوروها لارض الواقع. اليوم كره القدم الافريقيه والعالميه دائما ما كتماشى مع افكار وكذلك اساليب اللي حديثه، وفي اعتقادي لانه هذا التوجه الجديد مع هاد اللاعبين الجدد، مع ربما مزج اللاعبين القدماء واعطاء ضوابط وثوابت اساسيه بالنسبه للايقاعات اللي غيقدر يحطها المدرب والافكار ديالو التدريبيه وكذلك كيف في تطبيقها على امر على ارض الواقع، فامر مهم بالنسبه لنا، خصوصا حنا اليوم كنتكلموا على واحد المرحله اعداديه من اجل الوضوح ومن اجل كذلك ربما رؤيه مستقبليه وكذلك اتضاح يمكن المشاكل اللي كانت عندنا على مستوى الخطط، فهذا امر مهم بالنسبه لنا. فالشيء المهم هو اننا عندنا الوقت الكافي باش اننا نهيئوا منتخب متجانس، منتخب اللي فيه افكار على حسب التشكيله كتبقى هجوميه محضه، لانه جل اللاعبين ان لم نقل اغلبهم فعندهم ربما جيل باب المهاجمين وجيل باب على انهم لازم على انهم يعطيو يمكن واحد الافضليه بالنسبه للمنتخب الوطني، خصوصا في المقابلات الاعداديه او المقابلات الرسميه. اشكرك جزيلا مهديك سوا الاطار الوطني ومحلل الرياضي على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشره من مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الى التذكير بالعناوين. أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، درس تناول بالتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة من خلال 4 محاور. الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين بقطاع غزة وإشادة من سكان القطاع بالمبادرات الملكية الموصولة الداعمة للقضية الفلسطينية. المركز الثقافي المغربي بيت المغرب بالقدس معلمة تاريخية شاهدة على تواجد المغاربة منذ القدم على أرض فلسطين، موقعه داخل البلدة القديمة يجعله منارة لنشر الثقافة والثورة اللامادية المغربية. اللاعبون الجدد الملتحقون بلائحة المنتخب الوطني يصلون إلى المغرب للدخول في تربصات أسود الأطلس استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام كل من منتخبي أنغولا وموريتانيا. طاقم النشر يشكر بقائكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.